فكرة التصويت من مفهوم علم الاجتماع، خلينا ناخد سؤال كده عنوان عريض. انا هبدا بالدستور. فكره احنا بنصوت الان على الدستور، فالدستور انا بعتبره منتج اجتماعي بيعكس الاوضاع الاجتماعيه والثقافيه اللي بيمر بها مجتمع او بتمر بها دوله، تمام، والحاله الاقتصاديه والنظام السياسي. لازم نفهم ده، بمعنى ان كل ما تتغير الاوضاع الاجتماعيه والثقافيه والحاله الاقتصاديه والنظام السياسي يتطلب تغيير الدستور او تعديل بعض مواد الدستور. انت قلت لي ثلاث نقط، الاوضاع الاجتماعيه والثقافيه والحاله الاقتصاديه والنظام السياسي. وهذا يؤكد ان تعديل الدستور كل فتره امر حتمي وليس طرف، لان دول وارد يحصل فيهم تغييرات. طبعا ده اكيد، وده يؤكد، يعني بدايه كلامنا كده يؤكد فكره ان كل المجتمعات الاوروبيه خلاص غيرت دستورها اكتر من مرات عديده. ليه؟ للاسباب اللي انا قلتها دي. ان الدستور منتج اجتماعي ثقافي سياسي اقتصادي، والطبيعي كل ما المجتمع بيمر بالتغيرات، والتغيرات هنا ضرورية وحتمية، مش اختيار، مش رفاهية. انا ما بغيرش لتحقيق إرادة فردية، انا بغير لتحقيق إرادة مجتمعية، لتحقيق إرادة سياسية بتحقق متطلبات شعبية. وده اللي بيحصل الآن، احنا بنقول استفتاء شعبي عشان الشعب يقول كلمته في تغييرات هو محتاجها، المجتمع محتاجها، في متطلب لتغييرها او لتعديلها. فده امر مهم جدا. لما نيجي نتامل الحاله حتى في المجتمع المصري او حتى المجتمعات الاوروبيه او الامريكيه اللي انت قلتيها حضرتك تفضلت بيها، تؤكد المنظور ده، ان كل ما المجتمع بيتغير لازم تعدل الدستور. لو بدانا مثلا، شفنا مثلا المشهد المصري على مدار التاريخ، وقلنا مثلا بدايه من دستور 1882، هذا الدستور الاول في تاريخ مصر مثلا، تم الغائه من خلال الاحتلال الانجليزي، كان في محتل. انت بتحاول تحط الدستور، لما تيجي تقراي بعض مواد الدستور هتجد فيه مواد كثيره متعلقه بفكره الحريه والتحرر من الاستعمار. يعني هو الظروف السياسيه بتتطلب منك ان انت تصيغي مواد الدستور بشكل معين. يعني الدستور كان وقتها بيتكلم عن المعطيات اللي موجوده. طبعا طبعا. ثم ياتي دستور 1923، خلاص بيعكس حالة اجتماعية وثقافية مختلفة. ترتب عليه ان 1924 اول برلمان مصري بيتشكل، ثم يتوقف العمل بهذا الدستور عام 1930، ويعود مرة اخرى للحياة السياسية عام 1935. شوفي بقى القفزات. ثم 1952 المشهد كله بيتغير، النظام السياسي بيتغير. نقف بس عند جزئيه مثلا والحاله الاقتصادية وكل الحاجات أكيد. اللي انت الثلاث اجزاء اللي قلتهم، اجتماعي ثقافي اقتصادي سياسي، وبالمناسبة التلاتة متداخلين مع بعض. يعني احنا بنفهم المشهد لازم التلاتة نخلي بالنا منهم، صنيعة بعض طبعا. كلهم بيأثروا في بعض. وحضرتك، انا واثق ان حضرتك عايز تتكلم عن موضوع الوعي السياسي اللي مرتبط بالتصويت اللي حضرتك بدأتيه. الوعي السياسي معناه ان انت تفهمي التلات متغيرات دول. يعني لما نقول، احنا بنقول وعي سياسي، الوعي السياسي يعني ان انت تفهمي العملية السياسية تشكلت عبر جانب اجتماعي وجانب اقتصادي، لازم تفهمي الاثنين. انا النهارده لما يكون عندي بطاله مش هتنعكس على النظام السياسي، لما يبقى عندي ارهاب مش هينعكس على النظام السياسي. النهارده لما نيجي نتكلم عن التعديلات الدستوريه اللي حصلت في فرنسا وفي امريكا، هنجد ان المتطلبات الحاله الامنيه لعبت دور في تغيير الدستور. الواقع الاجتماعي والاقتصادي اللي فيه مشاكل انعكس على تغيير الدستور، عشان كده قلت ضروره حتميه وليس طرف. بنيجي نشوف مثلا مشهد تاني في مصر، فكره الجمهوريه العربيه المتحده، فكرة الاتحاد بين مصر وسوريا، كان دستور اسمه ايه؟ الدستور الاتحادي. شايفين المشهد السياسي بيلعب دور في صبغة الدستور، بيديله هوية، هوية مجتمعية. حصل انفصال عام 64 تقريبا، الدستور اتغير، بدأنا رحنا دستور 71، ثم تم تعديله عام 1980. لما نروح فيها المشهد الأبرز عام 2005 مثلا، تعديل المادة الشهيرة، مادة 76، انتخاب أول رئيس، انتخابات الرئاسية، وهكذا بدأت تتعاقب. 2007 مثلا عندنا مشاكل في الإرهاب، فبدأ يحصل تعديلات في الدستور في 2007 عشان يتواكب فكرة أنه يأصل لقانون للإرهاب، ياخد إيه مشروعياته. فكرة حذف بعض الجمل التي لا تتناسب مع النظام السياسي المصري، زي فكرة جملة النظام الاشتراكي تم حذفها من الدستور 2007. شايفين التعديلات ليها ضرورات، ليها متطلبات.